بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتضمن دعوة سموه للمشاركة في أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 37 التي تستضيفها مملكة البحرين الشهر المقبل. وقام بنقل الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين للكويت، وذلك خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت له بقصر بيان. لدى حضور سموه الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني 45 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل بعيدها الوطني وهي مزهوة بإنجازات طالت مختلف المجالات وجعلتها نموذجا شامخا في التنمية والتطوير والتي يعكس الفكرة المستنيرة لقيادتها. أكد سمو رئيس الوزراء أن حرصنا على مشاركة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الاحتفال بعيدهم الوطني هو تجسيد لما يجمع بلدينا من روابط أخوية قوية وتعبير عما نكنه من مودة ومحبة لقيادة وشعب هذا البلد الشقيق الذي لم يتأخر يوما عن الوقوف إلى جانبنا في مختلف الظروف. وأضاف سموه أن ما يجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة روابط وثيقة على الجانبين الرسمي والشعبي، وهي تأخذ دوما منحنا تصاعديا في التطور بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد حضر الحفل الذي أقامه سعادة السيد عبد الرضا عبد الله خوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني 45 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على عمق العلاقات وروابط الأخوة التي تجمع بين قيادتي وشعبي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة والتي ترسخت عبر السنين وباتت نموذجا للعلاقات المتميزة بين الأشقاء الذين تربطهم أواصر القربة والمصير المشترك. وأشاد سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية من تنام مستمر في كافة المجالات بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من جانب قيادتي البلدين الشقيقين لدفع وتيرة التعاون الثنائي ومضاعفة ما حققه طوال السنوات الماضية من مردودات إيجابية سياسيا واقتصاديا بما يقوي من مكانتهما الإقليمية والدولية ويعزز من وتيرة التنمية لصالح الشعبين الشقيقين. وفيما هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس دولة الإمارات وحكام الإمارات بهذه المناسبة الوطنية، فقد نوه سموه بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تطور ونماء في ظل قيادتها الحكيمة في مختلف المجالات، مؤكدا سموه أن التجربة التنموية الناجحة في دولة الإمارات العربية الشقيقة هي مثار إعجاب وتقدير من قبل الجميع، متمنيا سموه للدولة الشقيقة مزيدا من الرفعة والتقدم. وأكد سموه حرص مملكة البحرين وتطلعها نحو تقوية ما يربط البلدين من روابط قوية ومتينة ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى زيادة التنسيق تجاه العديد من القضايا الخليجية والعربية والدولية في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تجمع البلدين الشقيقين. من جهته توجه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بدعم كل ما يعزز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا أن تشريف سموه للحفل يعكس عمق روابط الأخوة والمحبة بين البلدين وما يوليه سموه من اهتمام بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد تطورا مستمرا. Thank you.
وشبكم طول الازمات من المملكه